ردود الافعال يا احمد، عايزه اقول بس للجمهور لما كنت بتابع ردود الافعال جالنا الحقيقه رسائل شكر كتير قوي، ان شكر انكم رديتوا، بس الحقيقه ده واجبنا، وده واجبنا اللي قلناه من اول يوم، ان احنا هنوصل صوت حضراتكم وان احنا هنرد على اي حد هيتطاول على كيان الاهلي، فما فيش اي شكر في الموضوع ده، ده واجبنا احنا ان احنا ندافع عن الكيان ده، وان كل اللي حضراتكم عايزينه وان صوتكم يوصل يبقى ده موجود معانا في برنامج السادسة وفي قناة الأهلي بشكل عام. لا الحقيقة كمان الموضوع تخطى ده يا سارة، وحقيقة يمكن كتير جدا من التعليقات اللي جات لنا امبارح كانت بتطالب إدارة النادي الأهلي بفتح مدرجات التتش للجمهور عشان يعبر الجمهور عن رأيه، وكتير منهم شافوا إنه لما جمهور النادي الأهلي غاب عن المدرجات ده إدى فرصة لناس كتيرة جدا إنها تتطاول على النادي الأهلي، لكن الحقيقة طبعا حفاظا على سلامة الجمهور وده مش وقته، إحنا اللي محتاجين فيه من كل أهلاوي إنه يدعم ويساند فرقته في الفترة اللي جاية مع وعد إن شاء الله بإذن الله من كل لعيبة النادي الأهلي اللي قلت إن مواقف كتيرة جدا أثبتوا فيها إن هم رجال أفعال لا أقوال، إن هم يردوا على كل اللي شككوا فيهم وشككوا في قدراتهم وشككوا حتى في مسيرتهم اللي أكتر من رائعة واللي امتدت على مدار موسم كامل وامتدت على مدار أكتر من بطولة، منها بطولة الدوري منها بطولة دوري أبطال أفريقيا، إن هم برضو يرجعوا ويركزوا ويردوا في الملعب. هو ده اللي مطلوب من جمهور الاهلي حاليا، وده اللي يمكن انعكس قبل دقائق او ساعات من يعني مقابلتنا لحضراتكم على الهوا في ترند احتل المركز رقم واحد في مصر، ان فايلر وي تراست. الحقيقه ثقه جمهور الاهلي وفايلر حقيقه مدرب، انا مش عايز اقارنه الحقيقه مدربين كتير وما بحبش فكره المقارنه، لكن بفتكر كويس جدا في مواسم تعرض فيها كتير من المديرين الفنيين مصريين واجانب لضغط عنيف جدا، ضغط يخلي اي حد من ممكن انه ثقته في نفسه تهتز. بفتكر كابتن محمد يوسف اللي تولى المسؤوليه في بظروف صعبه جدا ورغم الانتقادات العنيفه جدا قدر انه يحقق مع النادي الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا وفوز بكاس سوبر. حسام البدري نفس الحكايه، مانويل جوزيه اللي احنا بنقول عليه النهارده واللي جماهير الاهلي النهارده كلها بتعترف انه اسطوره من اساطير تدريب النادي الاهلي، أخفق في بطولات كتيرة جدا وتعرض لانتقادات كتيرة جدا، ومع ذلك النهارده لما بتيجي سيرة مانويل جوزيه كل بيقول عليه أفضل مدرب تولى مسؤولية النادي الأهلي طوال تاريخه. عايزه اقول يا احمد فعلا انه فايلر اول ما جه مصر عشان يدرب الاهلي يمكن كان فيه هجوم على اداره الاهلي وانه ازاي ده مش سي في قوي ومش مدرب كبير ملوش خبره قوي في افريقيا، يمكن تكون ظروف مشابهه لما مانويل جوزيه جه في 2001 برضو كان في هجوم شويه انه ليه الاهلي مش جايب اسم كبير، ليه مش مدرب كبير، ليه برضو حد ما عندوش خبره في افريقيا، وشفنا دلوقتي جوزيه لما بتيجي سيرته قد ايه عامل تاريخ عظيم مع الاهلي، وفعلا من اول ما فايلر بدا برغم من الهجوم ده من اول ما بدا مع فريق الاهلي الفكره بدات تتغير. يا بخت فعلا اللي جمهور الاهلي يحبه، لانه فعلا يعني اثبت قد ايه هو بيطور الفريق وقد ايه الفريق اتطور على المستوى الجماعي وكمان على المستوى الفني لبعض اللاعبين بعينهم. بس خليني اقول لك كمان وبجد الكلام ده مش غرور ومش تعالي يا ساره، يا بخت اي مدير فني اجنبي يجي يشتغل في النادي الاهلي، وبعتقد ان كل شهادات المديرين الفنيين اللي تعاملوا مع النادي الاهلي حتى اللي مشوارهم مع النادي الاهلي ما كملش بشكل ممتد او بشكل مستمر او استمر لفتره طويله كلهم الحقيقه اشادوا بالتجربه. احنا بنتكلم على النادي الاكبر في القاره الافريقيه، واحد من اكبر انديه العالم، ده مش تحيز، ده بالارقام وبالبطولات وبالتاريخ وبالاسماء. بنتكلم على منظومه محترفه تكاد تكون هي الاكمل في على مستوى مصر، بنتكلم على امكانيات وبنتكلم على جماهيريه بيوفرها النادي لاي مدير فني تحقق له الدعم اللي يمكنه من ان هو يؤدي مهمته على اكمل وجه. عشان كده الحقيقه دايما بتبقى جميع الاطراف مستفيده، ونتمنى ان شاء الله ان مسيره النادي الاهلي تكلل بالنجاح، ساعتها الرد هيكون على نار هاديه.